بعثتك بغيت نسولك، بغيت نخدم في سونتر دابيل وخفت لي عواج ليا السنسول بكثرة الكلاس. سنسول وسوينا علاش حاجة معقولة وتبقى تخربق عليا. قول لي واش سونتر دابيل تيخدم؟ نقول لك ياه، ils embauchent facilement. سونتر دابيل دغيا تيخدم وما تحتاجش شي اكسبيريونس. Il ne nécessite aucune expérience préalable. يعني ما تحتاجش واحد التجربة ولا شي حاجة، يعني داكشي بسيط وتدوز واحد شي ستاج تقريبا ديال على حساب دوك لي زوبيراسيون. على تقريبا تقدر تدوز واحد ستاج ديال اون سيمان سيمانا جوج سيمانات، يعني بحال هاد الشكل هذا. و يعني ما تحتاجش واحد التجربه كبيره ولا شي حاجه. الفرنسي هذا هو اللي كاين. و افيك لي زومبلوا اون سونتر دابيل سي فريمون ديفيرون. فو كومونسيري بار فو زونتريني اي فو ديفلوبيري رابيدمون اي فاسيلمون ان اتينيون فو زوبجيكتيف. وراه هما تيعلموك وهما تيديروك بحال واحد التكوين ديال الصيمانة كما قلنا ولا هذا، ودغيا تتمشي مع دغيا زعما تتندمج معاهم في العمل. اجي واش بصح خصنا هذا الجبهه ونخدم الجبهه؟ واش انت باغي دابز ولا؟ شوف في سونتر دابيل خاصك شويه ديال اللغه الفرنسي، وهنا كي ممكن تزيد تطور من القدرات التواصليه ديالك، وزيد تطور كذلك من الفرنسيه او اي لغه اخرى. يعني سيلا فو زيدرا فريمون ا اميليوري فو كومبيتونس اون كوميونيكاسيون. يعني بغيتي تزيد تعلم وتمكن من الفرنسي وخصوصا في المجال ديال لا كوميونيكاسيون، ننصحك انك تمشي لسونتر دابيل. مزيان خير. قالوا لي الصالير عندكم مقمح. مقمح؟ واش انت تي صحابي كذا دخل السوق؟ شو الصالير عندهم زوين مزيان، يعني تتبدا تقريبا ما بين 3500 4000 درهم، المهم بحال هكا. وممكن تطلع يعني ان ريفوني بلو زيلفي، يعني بالمقارنه مع يعني خدام اخرين، يعني اون كومباريزون افيك دوطخ زومبلوا. Où la plupart d'entre eux sur le marché, vous obtiendrez le salaire le plus élevé et il augmente petit z avec le temps et l'expérience. Ou tu avais pas le moyen, يعني تخدم بهاد الشكل هذا، يعني تقريبا 4000 درهم، وممكن تطلع يعني على حساب التمكن ديالك وعلى حساب الخدمه ديالك راه ممكن تطلع. هذه هي اهم حاجه اللي ممكن تستافدها من السونتر دابيل. مقمح. مسألة أخرى وهي أنك غادي تخدم مع ناس يعني من بزاف الجنسيات خصوصا أفارقة، يعني فو بينيفيسيوري دو ترافايي افيك ديفيرونت بيرسون كي ريبريزونت ديفيرونت كولتور لانغ كرويونس اي اتيتود بيرسوناليتي اي اوبجيكتيف. وهذه مهمة، يعني هي تتساعدك في المسألة ديال التواصل، تتعرف على ناس أخرين، تتعرف على ناس جداد، على عقليات أخرى، على جنسيات أخرى، المهم تتشوف ناس أخرين. هذه مهمة. وهذا الشيء غادي يساعدك يعني في هذا الحس ديال التواصل، يعني ما تبقاش عندك داك الخجل وداك. هذا هو اهم حاجة اللي كاينة في سونتر دابيل، وهو تتعلم تما التواصل. وكما قلت لك وهي خاصك الفرنسي، الفرنسي هي اهم حاجة، او على حساب لي سونتر دابيل، يعني على حساب لي سونتر دابيل كل اللغة اللي باش يخدم بالمات. كاين لي يا كانت عندك مثلا لونجليز تكون يعني سي ان اتو، يعني شي حاجة زايدة مزيانة. كاين على حساب اللغات، يعني هذا هو المهم. الفرنسية خصوصا دابا حنا في المغرب، يعني الفرنسية مهمة في هذا الشيء، في هذا المجال ديال لي سونتر دابيل. وديك السوبجيكتيف كيفاش قضيتها؟ سوبجيكتيف وقولها بعدا غير مقاده لوبجيكتيف تنقولو. سمع سمع مزيان، ماشي سوبجيكتيف ولوبجيكتيف، الجمع ديالها لي زوبجيكتيف. قالك سوبجيكتيف، شو سول على حاجه لا تنفعك، قول لي واش كاين الوريقة. تنقول لك ايه كاين ديزافونتاج سوسيو، وكاين واحد لو ترافاي ديكيب، كاين واحد العمل ديال الفريق وغادي يعاونوك. يعني يعني كما يعني ان سونتر دابيل سي اون غروند فامي، هذا هو يعني راه كاين واحد العائله وغادي يعاونوك، كاين واحد التعاون وغادي دير علاقات مع الناس وغادي تشوف ناس اخرين. هذه هي اهم حاجه تقول لي سوبجيكتيف. انا داكشي بوحدي هذيك الخدمه حتى تدخل وعاد يقول لك راه خصك شنو هو لوبجيكتيف، هو الهدف، يعني خصك تحقق لينا واحد الهدف.
وبطبيعة الحال حققتي واحد الهدف راه تكون عندك واحد المكافأة زايدة. سوبجيكتيف تم مصيبك حلام عاد. مسألة أخرى وهو بوسيبيليتي دافونسمون، يعني تقدر تطلع، تقدر تزيد كراد، تقدر تولي ان شيف سوبرفيزور، يعني بطبيعة الحال إلا بغيتي يعني إل سوغي بوسيبل دوبتونيغ بلوس دو ريسبونسابيليتي، تقدر تشد مسؤوليات أخرى وهذا، ولكن خصك أنت تبين على خدمتك، فهمتيني؟ كذلك يعني كاين دي كونكور، كاين دي بريم، يعني راه كاين مباريات يديروا يعني داخلية، يعني على حساب أون فونكسيون دي زوبجيكتيف كي تو سون فيكسي، تو بوغي إتر إليجيبل أ ديفيرونت بريم، أوبتونيغ سارتان بريفيليج، يعني على حساب بعد ما هما تيديروا هنا كي دي كونكور باش تطلع مثلا كراد ولا تطلع تشد شي اون اوتر اوبيراسيون مثلا، حيت عندهم بزاف ديال لي زوبيراسيون كاين بعد ما تيكون عندهم هادشي ديال سيرفيس تكنيك سيرفيس دو لافونت. المهم دابا غادي تدخل وغادي تشوف هادشي. ما كاينش يما رحميني، يما رحميني انت شنو الاسلوب يا صاحبي تتهضر معايا؟ قول لي واش كاين المساوئ، قول لي واش كاين لي زانكونفينيون. نقول لك بطبيعه الحال راه اي مجال راه فيه حوايج زوينين وشي حوايج تيكونوا شويه قاصحين، بطبيعه الحال هما تيخلصوك واش بغيتي، يعني سي با زان بولو ابويزون فيزيكمون مي مورالمون، يعني ما تيقولكش هما طلع وهبط وهز لينا الصناعه تقول لا، ما تيقولك ولكن يعني مورالمون نفسيا راه كاين واحد شويه ديال التمارة، تتهضر مع الكليان، الكليان تيكون شويه معصب وكذا، اي سي با توجور ايفيدون ا جيري، وما ساهلاش، خصك تولف، شو داك الشيء كيستيون، سمع كيستيون دابيتود، خصك تولف بشويه بشويه. سمع عندك فين تحك راسك؟ البق ما يزهق. البق؟ شنو هاد ساودي بعد مني تخربق عليا البق عاوتاني. اي هي كاين شويه كاين طبيعة الحال كاين التعب. تو باس دي زور اسيز افيك طون كاسك سور لي زوغي، راه عندك الكاسك تبقى دايرو 8 د السوايع، طبيعة الحال كاين دي بوز، با لو دروا دو فير اوتر شوز بوندون كو تو اي او تيليفون، ماشي نتايا غادي تهضر في التيليفون تدير شي خدمة أخرى ولا تلعب ولا ما عرفت تلعب في البورتابل ديالك، لا يعني راه خدمة، شو خدمة خدمة، فهمتيني خدمة خدمة. او طبيعي الحال يعني راه تو ريبيت 36000 فوا لا ميم شو، كاين هادشي يعني بطبيعة الحال، يعني الخدمة بعد ما على حساب خصك تشوف انت خصك تتطوع، هذا هو اللي كاين، كاين دي سيرفيس كاين دي زوبيراسيون تيكون شوية قاصحين، وانت خصك تعرف فين تتطور، مثلا كاين سيرفيس ديال هذاك ديال كرياسيون دو ترافيك ما ساهلش، ولكن انت خصك عاوتاني تبدل المجهود شويه باش تطلع مثلا كراد ولا تمشي لان اوتر اون اوتر اوبيراسيون. ويا بغيت نتكيف؟ تكيف واش بعد مني تكيف ولا معطيني تي ساعه يا شوف لي بوز، شوف لي بوز هما عندهم سي 15 مينوت، سي 15 مينوت اي باسيز، تيقول لك هما شوف عندهم مساله الوقت، الوقت هي الوقت، شوف عطيني تي ساعه بعد مني تكيف ولا بعد مني عطيني تي ساعه. او مصيبه حلام هذا.